حبسها جوه التلاجة. في البداية الكل بيتكلم عن حبس ألمة في التلاجة، وإزاي ممكن يكون حد عمل الموضوع ده، لأن الموضوع فعلا مرعب، والبنات كانوا مخضوضين جدا على ألمة. بيوصل الإسعاف وبتروح ألمة على الإسعاف ومعاها خالد، وطبعا كريم بيبقى قلقان جدا لكن مش قادر إن هو يروح مع ألمة. بسام بيكون لسه موجود في البيت، والمساعدة بتبقى موجودة على الأرض، وأول ما بتوصل فلك من بره بيهرب على طول من الشباك. خالد في المستشفى مع ألمة وحالتها وحشة جدا وسيئة، أما فلك فكانت بتفكر مين اللي يكون ممكن يكون عمل كده في ألمة، ممكن تكون جويل، وكمان نايلة بتفكر إن جويل تكون عملت كده، والكل بيبدأ يشك في بعضه، وفلك بتقول يمكن تكون نايلة هي اللي عملت كده. جويل بعد كده بتروح لألمة على المستشفى علشان تطمن عليها، وبتقول لطارق خليك هنا أنا هروح أطمن عليها وحاجة على طول، وخليك أنت مع أمير. نايلة كمان بتقول لليا إن هي لازم تروح علشان تطمن على ألمة وتشوف مين اللي عمل فيها كده. أما بالنسبة لي فلك فكمان بتقوم علشان تشوف مين اللي عمل كده، وما خدتش بالها من المساعدة اللي مرمية على الأرض من ساعتها. كريم قلقان جدا خايف يحصل حاجة وحشة لألمة. ألمة بتفوق، خالد بيكون معاها بتقول على كل حاجة، وإن اللي عملت فيها كده هي واحدة وزقتها جوه التلاجة، خايفة جدا ممكن تكون واحدة من البنات، ممكن تكون جويل أو نايلة أو فلك أو حتى مدربة البيلاتس اللي اسمها ميرا. أول ما بتفوق طبعا بتحكي لخالد وبتعيط وبتكون منهارة جدا وخايفة، بيطمنها وبيقولها إن هو موجود معاها، وبيطلب إن هو يروح عشان يجيب لها حبة حاجات من البوفيه. بنشوف بعد كده ميرا بتروح المستشفى بفستان الفرح بتاعها، وبتقول إن هي عايزة تشوف ألمة ضروري لأنها صاحبتها، وإن هي سابت الفرح بتاعها وجات علشان تطمن على ألمة بعد ما عرفت اللي حصل لها. بتسأل على رقم الغرفة وبتروح، وطبعا ألمة كانت لوحدها وارتاحت شوية علشان يعني خالد راح يجيب حبة حاجات من البوفيه، فقالت تنام وترتاح شوية. فلك موجودة في المستشفى وبتسأل الطبيب على حالة ألمة وبيقولها إن الحالة مستقرة وكويسة. أما جويل فبتبقى برضو موجودة وبتسأل على الغرفة بتاعت ألمة. وبعد كده بيلاقوا نايلة هي كمان جاية علشان تشوف ألمة، وبيروحوا هما التلاتة مع بعض في نفس الوقت. أما بالنسبة لميرا فبتروح وبتفتح الأوضة، الأوضة بتاعت ألمة. في نفس الوقت البنات متجهين عند أوضة ألمة، وبنلاقي إن جويل بتسأل فلك عن حالة ميرا وإنها كلمتها ولا لأ. قالت ما كلمتهاش، بس أكيد طبعا حالتها يعني وحشة جدا بسبب موضوع فرحها اللي اتلغى ده وباظ امبارح. بنلاقي إن ميرا بتدخل على ألمة في الغرفة، وبتفتكر إن هي اللي عملت كده في ألمة، وكمان بتدور على الأنسيال بتاعها يمكن يكون مع ألمة. فلاش باك ورا وبلاقي ان ميرا هي اللي عملت كده في ألمة، وهي اللي زقتها جوه التلاجة. في البداية كانت عايزة تموتها او تعمل فيها اي حاجة او تكتم نفسها بمخدة، لكن لما افتكرت موضوع الانسيال فضلت تدور عليه، ولما ما لقيتوش طلعت بره الاوضة لقيت قدامها البنات. حاولت طبعا تهرب منهم لان كان في واحد من العمال بتوع المطبخ معدي بعربية، فدارت وراها ميرا وقدرت ان هي تخرج وتهرب من الاوضة بسرعة قبل وصول البنات جويل وفلك ونايلة اللي بيدخلوا ثلاثة علشان يطمنوا على ألمة جوه الأوضة. ألمة لما بتصحى بتشوف البنات قدامها وبتخاف جدا، وبتفتكر لما البنات كانوا بيهددوها، لأنهم كانوا في الفترة اللي فاتت كانوا دايما مشحونين ودايما بيتخانقوا ودايما بيهددوا بعض، فكانت خايفة جدا تكون واحدة منهم هي اللي عملت فيها كده، وبتفتكر طبعا. وإيه لما بيسألوها مين اللي عمل كده قالت إن دي مجرد حادثة وإن محدش عمل كده، ولما سألوها إيه اللي وداكي هناك قالت إن هي كانت ماشية عادي يعني، وطبعا نفت ان يكون حد عمل فيها كده، لانها كانت خايفه جدا من ان واحده من البنات تكون عملت فيها كده وتحاول تعمل كده تاني. كريم بيوصل على المستشفى بيسال على الاوضه بتاعت ألمة، وألمة بتقول للبنات انا هرتاح فبيمشوا. اما بالنسبه لجويل فبتشوف كريم وهو بيسال على الغرفه، وكان رايح عند ألمة وكانت فلك هتشوفه، علشان كده تظاهرت ان هي خايفه جدا من المصعد وقالت يلا بينا ننزل على السلم انا مش مرتاحه ابدا ومتوتره لاننا في المستشفى. وبيروح فعلا على السلم علشان كريم يعني كان موجود وفلك ما تشوفوش. بتبعت رسالة لكريم، ولما فلك بتقول لها بتعملي ايه بتبعت رسالة، قالت لها ايوه انا اصلي ببعت رسالة لطارق اطمن على امير واقول ان انا جاية يعني. وبينزلوا على السلم، وطبعا كانت بعت رسالة لكريم اللي هي عايزة تقابله. اما بعد كده فبنشوف ان ألمة بتفكر يا ترى جايين هنا يعملوا ايه. خالد لما بيجي وجايب لها طبعا حاجات من البوفيه بتقول له على البنات وانهم كانوا هنا وخايفة جدا منهم، وبتقول له كمان يروح يرتاح لانه تعب معاها جدا. قال هسيبك لوحدك، قالت ما تقلقش انا هكلم روي دلوقتي يجي يقعد معايا ولو عوزت حاجه هكلمك.
بنلاقي البنات ماشيين، نايلة بتقول لهم خدوا بالكم من نفسكم. طبعا ايه القوة جدا، قالوا لها قصدك ايه؟ قالت لا عادي، بقول لكم عادي خدوا بالكم من نفسكم. يعني البنات بيركبوا العربية بتاعتهم، نايلة بتمشي ووراها فلك، وبعد كده بنشوف جويل بتتظاهر انها ماشية، لكن كانت مستنية كريم، كانت بعتت له رسالة ان هي عايزاه ضروري. وبيجي بعد كده كريم وبتقول له انا خايفة، انا قلقانة جدا على ألما ومتأكدة ان فلك تكون عملت كده فيها، وبتأكد له كمان ان ممكن تكون فلك هي اللي عملت كده في ألما. ميرا طبعا كانت متضايقة جدا من اللي حصل، وبتقول يا ريتها بس الزفتة اللي اسمها ألما دي كانت استنت دقيقتين، كنت كتبت كتابي وكان اسمي اتجوزت منها لله، انا متضايقة جدا، يا ريتها كانت ماتت وخلصنا. اما بعد كده بيجي لؤي بيحاول يهديها، بيقولها البنت كانت هتموت، مش مشكلة تأجيل جوازنا، مفيش أي مشكلة من الموضوع ده. وبنلاقي إن نايلة بتوصل للبيت وبتلاقي الأولاد بيلعبوا في الضلمة، بتقول لهم بتلعبوا إيه؟ بترد ليا وبتقول إن دي فعالية كده اتعلمتها وهتروح تعملها مع أصحابها اللي هو يعني بيعملوا أشكال في الظل، وبتبقى حاجة ممتعة جدا. مجدي بيقول لمامته روحي معايا يا مامي، قالت لا طبعا أنا ماليش في الحاجات دي، أنا بس في المطبخ غسيل الحاجات دي مش أكتر يعني. وبتبقى مبسوطة جدا بيهم وشكلها كده فرحانة علشان جواز لؤي ما تمش. ميرا بتبقى خايفة، بتروح الفندق اللي عملت فيه الفرح، وبتبقى طبعا بتعيط ومنهارة، بتسأل عن الأنسيال بتاعها وبتقول للموظف روح دور في الأوضة علشان تقدر تنزل هي على تحت عند المطبخ وتدور في المكان اللي وقعتها فيه أو ممكن تكون وقعت فيه يعني. فلاش باك ورا وبنعرف إن ميرا هي اللي طلبت من الموظف يقول لألما إن في حد عايزها في المطبخ. وألما لما نزلت ميرا راحت وراها وزقتها وكانت عايزة تقتلها، وبيتضح لنا إن ميرا هي اللي حاولت تقتل ألما علشان ما تقولش أي حاجة عن اللي عملته وعن موضوع حملها علشان ما تتفضحش قدام جوزها. ميرا بتدور عند التلاجة مش بتلاقي الأنسيال، وبتقول طب راح فين إذا كان مش موجود مع ألما؟ أدور عليه في البيت ولا أعمل إيه؟ أما بعد كده فبنشوف فلك أخيرا بتشوف المساعدة بتاعتها مغمى عليها في الأرض، وبتقولها إن كان في حد موجود وخبطها على دماغها. فلك بتقلق جدا وبتروح بسرعة تطمن على بنتها تلا، بتلاقيها كويسة ونايمة فبتطمن. اما بعد كده ألما بتحاول ان هي تقوم فبتقع، تفضل تعيط، وطبعا كل ده من وحدتها وملهاش اي حد، وبتبقى صعبان عليها نفسها جدا. كريم بيجي بيقولها انت كويسه، كانت واقعه على الارض، وبيقومها وبيحاول يسندها وبيقولها انه جاي يطمن عليها وكان هيحصل له حاجه كل الفتره دي. بتعتذر انها كانت زي الطفله معاه الفتره اللي فاتت دي، وانها كانت خايفه جدا من مشاعرها، وانها كانت خايفه تحبه بزياده وهو يسيبها. قالها ما تعتذريش انا معاكي ومش هسيبك ابدا. بيسالها ايه اللي حصل، قالت ان في واحده زقتها جوه الثلاجه. قال لها فعلا؟ طيب تفتكري ممكن تكون مثلا فلك؟ قالت ايوه. قال لها فعلا؟ قالت له فلك او جويل او نايلة او حتى اللي اسمها ميرا، احنا كنا الفتره اللي فاتت في خناقات مستمره، ما استبعدش ابدا يعملوا كده، بس انا ما توقعتش رغم خناقاتنا الكتير دي ان ممكن توصل بيهم الجراه ان هم يحاولوا يقتلوني بالشكل ده، انا خايفة جدا. وقال لها ما تلاقيش وانا معاكي، وبيهديها وبياخدها في حضنه. بنشوف بعد كده فلك مع المساعدة بتاعتها، وطبعا بتطمن عليها وبتقول ان كان في حد خبطها وكان في حد موجود جوه البيت. قالت لها حد مين، واحدة ولا واحد؟ قالت ما شفتش. بتقول طبعا تكون نايلة مثلا اللي جات وتجننت، بس ايه اللي هيجيبها، وكمان كلنا كنا موجودين في الفرح يعني مين اللي يكون جه. بعد كده بتقول لها المساعدة طيب مش هنقول للاستاذ كريم؟ قالت لا لا طبعا مش كل حاجه هنروح نقول له، ما احنا قلنا له قبل كده ان كان في حرامي. لا عامه انت كويسه ولا اوديكي مستشفى؟ قالت لا لا انا كويسه. قالت لها خلاص لو قصدي حاجه اطلبوا مني وروحي دلوقتي ارتاحي. وبنشوف ان جويل كانت موجوده وبتشوف الصوره كانت واقعه على الارض والاطار بتاعها مكسور. طبعا فلاش باك وبنشوف ان بسام هو اللي دخل البيت وجويل مش موجوده، كان متغاظ جدا واخد الصوره ورماها على الارض وداس عليها برجله لحد ما كسر الاطار بتاعها. طبعا جويل بتشك وبتقول يا ترى مين اللي عمل كده، انت يا طارق؟ قال لا انا هكسرها ليه، يمكن يكون امير. قالت ما اعتقدش امير لو عمل حاجه زي كده كان زمانه قال لي. قال طب خلاص ما تشغليش بالك يعني دي صوره ممكن يكون الهوا وقعها. قالت له تعرف انا شاكه فعلا في فلك اللي تكون عملت كده. وجويل شاكه في فلك لانها حاسه ان دايما هي مصدر القوه، محدش يقدر يعمل عامله زي دي غير فلك، فلك اللي بتتصرف في حياة الناس وبتحدد مستقبلهم ومصيرهم بكلمة واحدة، علشان كده كانت شايفاها دايما هي اللي ممكن تقدر تعمل حاجة زي كده وكانت شاكة جدا فيها. أما بعد كده فبنشوف كريم، كريم بيروح
الفندق وبيحاول يفرغ الكاميرات اللي موجودة في المطبخ علشان يشوف مين اللي ممكن يكون عمل كده في ألما، خاصة بعد شكه المستمر في فلك بعد كلام جويل. بيبدأوا يفرغوا الكاميرات لكن للأسف مش بيلاقوا حاجة تفتهم، بس بيلاقوا ألما هي اللي موجودة في الكاميرات وكان معاها التليفون وبتدور على حاجة، ومش بيلاقوا بعد كده أي حاجة، وبيلاقوا الكاميرات سودة خالص يعني بتقفل، يعني مش عارفين إذا كانت اللي عمل كده هو اللي قفلها أو هم ما عندهمش كاميرات في أماكن معينة من المطبخ، لكن بيعتذروا طبعا إن ده الموجود والمتاح عندهم. وبيقولوا كمان الفندق مش مسؤول أبدا عن اللي حصل ده. وكريم بيتضايق وبيقول أيوة طبعا لازم تقولوا كده، إن الفندق مش مسؤول عن اللي حصل، ما انتوا لازم تبرئوا نفسكم، دي حاجة المهمة بالنسبة لكم، لكن حياتي البنت اللي كانت هتروح مش مهمة بالنسبة لكم. وطبعا بيبقى متضايق جدا لأنه كان عايز يعرف الحقيقة ويعرف مين اللي عمل كده في ألما. الفيديو بتاعي بيخلص، وده كان ملخص لأحداث الحلقة رقم 61 من مسلسل ستيليتو. تابعوا معايا باقي تسريبات الحلقات، ومتنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصلكوا كل جديد. تابعوا كمان المقاطع المميزة للمسلسل. أشوفكوا على خير، ومتنسوش لايك اشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلكوا كل جديد. بحبكم كتير، بتمنى لك يوم سعيد. باي باي.